صومالي أنه وحا أشيغ يا بانتا يا برابوغاندا إنه دايا أقاتي صومالي لان إنه كعرى دولة دي كعانكا محمد سياد إتوبيا يا صومالي حدود مالي سلطان هولي أو لغا أدهكتاي نيك جاجوز كي إتوبيا وحا سلطان هولي لبحاي ديا لوغها ها إدبك كوهرنا يبقالي ده هرقيسة أمد صوماليات قبيالات يا قورنكا يا كاقايبين تا لده سعودي أيالا حري قدوميه أرر صومالي أما إرر صومالي أيام مقالي مكشل وحري كدي مركي هو تاغيري إتوبيا كدي مركو تاغيري محوها هشيس كشاكي أي قالين موسى بيحي أبي أحمد مركو تاغيري وحا كوها بصدق وما أنت كاديكتي هاي يدا النساء إذا ما النساء يا كاديكت ألا يعزك هل كائن لغا هاي يوي قف كستا أو صومالي لماذا تسور جيدا حتى إلا رادي يوي لبن أو مقالي مكشل لغو فاري أيان داواني أو إتوبيا لصفتي وأبي تاغيري رقانا إلي هاي يدا النساء هذي سوي nuru gilaha ethiopia taayirsanahay heshiiskaana uu saxayahay iyo kuwa kale lamidka ah hay'adda nisa waa inay magaalada muqdisho ka warsato way waayo waa jawaasiis la soo diray ethiopia u shaqeeya oo halka ethiopia u joogo way sultan holey en dawlad ee sultan holey aad garanaysaan taariikhdiisa ee qabyaalada iyo qurunka iyo kala qaybinta iyo balaayada iyo qaraanka ku noolaa ayaa magaalada muqdisho lagu qabtay كدي مركو تاغيري هشيس كوشيغي ابي احمد يا موسى بيحي ولا غالين ابي يعني نينكا لبخي هولي انو اورمي هي بان كشكي سنه بقول كي بقول انو وان كشكي سنه دوله فدرالكا يا هيئه النساء نينكاس ان لا بارو وي دلشديسا سفي عن او غرا الى الاوغاد دلتيسا ميش او غل انو ابتر سنه وي انتو ابي كبلاو خيركا او شيغانايو انو غليه وي اوداي او شيغانايو اوداي اولي هي وانا هي وأنا أقول لك أن هذا المشروع الذي يجب أن يكون في الصومالية هو 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 إثيوبيا تاير سنهاي إثيوبيا حق بضبي حق ولاهاي إثيوبيا وين بده وحلاقة سيو إنه يسوم شو يراه دو يعني يسوم شو جو يراه دو سومالي بيع عيب كتاي سومالي ولا أي عيب كتاي ماركا إن هاي ده نسا يدولة فدرال كا وإن أي يعني نهش تاوي إلا هذا إذا مرة يش شعب كسومالي تلابو يكوه بوم بيقالن إذا كسومالي ده واسيرياس شعب كنا واسيرياس شعب كينو سيريا سيادي نشيغيا واتا داد كي راكاب كهاي دويدة وكالي سفر هاي تيغنة دي إتوبيا غير لناي ولا كنسارين خساري يوغوينا وحال نشيغيا إنا يخسارتاي تدوان بقو أو كن أو دولار يعني أفرتني سيدين دي ساعي لصوناف إيدا كصوماليينا وكوا سيدا أول حرية يقفكي هالله ماركا مدحنا الصوماليين إلا حدا يعني واحد ديرغنانا أما سيريا سكامون مغط طلابكو هابون إتوبيا لغاما قادم توب جينا كبا حمره بيه نيك يلا بحي السودان هولي السودان ما هي شيدان هولي أيال هو قبتي مقالد المقدشو وحنا قبتي إذا ماذا نمسك ده وحنا اللي جود كجيلعو ألا يعزك جود كجيلعو أيه هولي ما أنت اللي أنت كعبة يوحنا الدبرة وينادو وكليه وينادو مقالو ويعني نحص على هذا مال وعصير كعبة ما أنت جود كهولي من القرآن جاكو من إيسا جود كجيلعو أيه القرآن جاكو من إيسا ألا يعزك ولو بهنيا dad fara badan baa hooli ku dabixiga dawladda federaalka waxa ka codsanaya dadka taageera ee muxuu ahaayay sida bareerka Ethiopia u taageeray ee wajiyada la garanayo ee ugu horeeyo cunugii ayaan hore magaalada xamar lagu feeraayay iyo kii kale yirka wariyaha oo makrafoonka la dhacay may gala dhacay ragga wajiyada la garanayo intaysan magaalada muqdisho ka bixin in la soo qabqabto way oo mudankooda la mariyo oo la ciqaabo يعني مجالات المقدسة الدولة الفدرالية كي كترنيسي من نمط الصومالية لغة أديمية ما أنت إن أي جوجان ضد يعني جاجوسينا أو تاير سني إثيوبيا بعد يعني يبرر ينالسيو صومالي بيع عيب كتاي دولة الفدرالية عيب كتاي هاي ده همان كي عيب كتاي وما ضد الصومالي وضم بيع كتا يقدم يا هقول كبلاد إن لا قب قب توي سلوك عليه دولة وحنا كعب صنا يا نيكا شرطي إنه يعني السودان كبيش الصورة إيه جوجا بقالة ده هرجيسة إيه دالي إيه وعي جرينتا هي أورمانتا أورمانتا بروشة الصومالية دولا إلا سوق بتوي ده فرق بلان أيا
bulshada Soomaaliyeed raba inay oromeeyaan xalay halkan waxa laga sii daayay nin oroma ah oo leh 30 sano magaalooyinka Soomaalida ku noola buug baa 30 kaasina qorayay waxaana soo xaqiijiyay dhulka Soomaaliyeed oo dhan inay oroma lahayn jirtay oo oroma xawl uga soo kiciyay ayuu ku leeyahay marka Sundaan Hooley iyo ninkan sheeganaya inuu yahay ugaaska beesha suure raggaas oo dhan waa rag wada ajenda loo soo dhiibay oo muxuu ahaa xukuumadda Soomaaliyeed oromaynaya oo brainwashing ku wada oo sabinaari iyo waxay wadaan yacni daraasada dadka ummadda Soomaaliyeed lagu oromaynayo iyo xuq ururin loo gudbiyay Itoobiya ayay wadaan in talaabo laga qaado weeye talaabo adag in laga qaado weeye dadkaas Sundaan Hooley maanta talaabada laga qaaday aad baan ugu faraxsanahay waana taageersanahay haddii aanay shacabka Soomaaliyeed middaa mid la mida in laga qaado weeye dadka la midka Sundaan Hooley waxaan ogeyn inuu ka shaqeynayay ummadda Soomaaliyeed ee maanta u baahan wax tibintaabiya oo isku soo ururiya oo bogooda burcad isku mariya u baahan ayuu wuxuu ka shaqeynayay qabyaalad iyo kala qaybin iyo waawarey reer hebeley tolo ayay waxaasu ku mashquulsanaa maanta Soomaali waxa uma baahan Soomaali maanta in la mideeyo ayay u baahan tahay marka ninka noocaas waxaasoo qabyaalada iyo waxaasoo quruna loogu dul qaadanayay inuu maanta bilaabo inuu haddana uu yacni u bareer inuu dhaho oromo ama Itoobiya xaq bay u leedahay inay bad iyo bergi Soomaaliya ka hesho waa ayaan daro annagaa heerka isgaarsiinay annaguna naga arkay annaga ayuu Hooley naga arkay Hooley in tallaabo sax laga qaado weyn tallaabo sax waliba ragga la midka ah ee magaalada jooga in laga qaado weyn keligii ma ah network dadkani waa network waa shabakad isku xidhan oo ka shaqeynaysa oromaynta ummadda Soomaaliyeed ka shaqeynaysa weyn shabakadaasi waxa ugu weyn oo aabo u ah oo dhaldhalay Muuse Biixi iyo Faisal Cali Waraabe ayaa aabo u ah in la oromeeyo ummadda Soomaaliyeed oo looga yacni looga sheekeeyo Itoobiya inaysan wax dhiba ku haynin Sundaan Hooley marka haddaad ku farxayso iyo haddaad ka naxayso iyo haddaad reernimo ku taageersan tahay ninka gankana oromada ka ah gankana Soomaalida yacni inuu yahay ka muujista gudahana oromada ka ah haddaad ku taageeraysa iyo haddaad ka naxaysaba maanta suudaanka oromada iyo abaagadeegi yacni waxa weeye oromada wuxuu ku xidhay magaalada Muujin ku xidhay saacadda laga bilaabo anu oron baan u aqoonsanay isaga iyo dhalinyarta la midka ah ee uu wacyi geliyey laamiyada magaalada Muqdisho kale Itoobiya xaq bay u leedahay walaalaanahay bad in la siiyo beri in la siiyo ragga magaalada xamar kale iyo guud ahaan hargeysa kale waa dhashi Sundaan Hooley waa dhashi Faisal Cali Waraabe waa dhashi Muuse Biixi saddexdaa ninna oromo weeye xaqiiqatan alla iyo dhiyaan iyagooda yaa baara waayo Soomaali nacayb baan Itoobiya u galaya waayaan daro Itoobiya dhibkeedaan ognahay ogaadeenay dhibkay ku haysaan ognahay Soomaali galbeed dhibkay ku haysaan ognahay balaayadii afuufaysaan ognahay marka maanta waxa ayaan daraa nin Suudaan isku tilmaamaya ama rag ugaasiyo sheeganaya inay maanta yacni la bareeraan in Itoobiya in badalasi ay sax tahay ayaa ayaan daraa ninka Sundaan Hooley ahaa xogaha soo baxaya waxay sheegayaan in ciidamada NISA si fiican ay u jirdileen haraati iyo feed iyo faralaad ay kala daaleen oo feeduhu dumeen baa la sheegaya saasaa loo baahan yahay saa feeduhu inay dumeen ayaa la sheegahayaa daawadayaal muuqaalka intaas ku soo gabagabeynaya Sundaan Hooley kaliya ma aha NISA waxay wadaa howlgal lagu soo qabqabanayo cid alaalihii ciddii aaminsan in Itoobiya iyo Soomaaliya ay midoobaan in Itoobiya badda Soomaaliyeed la siiyo inaysan dhib lahayn qof kasta oo aaminsan ama ku hadlay ayaa la qabqabanayaa ciidamada howlgal ballaadhan bay wadaan shacabka Soomaaliyeed ha taageereen shacabka magaalada Muqdisho jooga ee damiir kale waxaan ka codsanayaa saacadda laga bilaabo haddaad ku aragtaan laamiga qof yacni may intu hor istaagay inay Itoobiya walaalaanahay ama baddeena in la siiyo dhib kuma jirale qofka inuu af inuu yacni waxa weeye afarta fool tufo wey waryaa xagay Soomaalinimadii kaad afarta fool inuu tufo wey meel la jooga muuqaalka sheergaraya ascaabtiina la wadaaga wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.